السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الدرس إن شاء الله سنأخذ مثال ثاني لحركة على لاني، وهي حركة القفز على قدم واحدة. طبعا المثال نفس السابق فقط عن طريق استخدام سايكل، ولكن جعلنا ذلك لكي تثبت المعلومة ويتضح الأمر أكثر. اختر لاني مثل ما تعودنا، اذهب إلى الفريم الأول وحرك لاني هنا. الآن اختر العظم وقم بعمل الحركة في الفريم الأول، هكذا هكذا هكذا، اجعله يرفع رأسه مثلا قليلا. في الفريم السادس ماذا تعمل؟ غير بعض الحركات، مثلا الرجل تصبح هكذا وهذه القدم تصبح هكذا، فمه ينغلق ورأسه ينحني ويداه ترتفع أكثر وهذه ترتفع أكثر. في الفريم الثاني عشر نعمل كوبي لهذه بست. الآن ارجع مرة أخرى للفريم الأول واختر هذه الأيقونة وثبت. في الفريم الثاني، في الفريم السادس عفوا، ارفعه قليلا لعمل حركة القفز. وفي الفريم الثاني عشر انسخ هذه كوبي بست. لاحظ الآن الحركة، قم بتظليل جميع هذه واختر بالزر الأيمن واختر خاصية السايكل واختارها من الفريم الأول. سيقوم لاني بالقفز تلقائيا. الآن اختر هذه واعمل هنا لاني، سيقوم بالقفز تلقائيا. حرك لاني من هنا للفريم 48 وقم بتحريك لاني. ارجع الآن ستجد لاني يقفز تلقائيا. هذا فقط مثال بسيط لكي نتطور في التحريك، وكذلك للتنوع لعمل تنوع الحركة. كثيرا ما نجعل الحركة دائما مشي، فاخترت هذا مثال آخر لتغيير الحركة ولتثبت معلومة أمامكم. في الدرس القادم إن شاء الله سنستخدم ذلك مع خاصية الأكشن. أراكم في الدرس القادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.